بذريعة إنقاذ الليرة التركية من كبوتها، تعفي أنقرة الأموال القادمة من الخارج من الضرائب أو الملاحقة، لكن ما يضمن أن كل الأموال المتدفقة إلى تركيا لا لبس فيها؟ سؤال تفرضه تقارير عدة دانت هذا البلد بغسيل الأموال. فتقرير لمنظمة النزاهة العالمية صدر العام الماضي مشاهدينا أشار إلى أنه تم غسل 125 مليار دولار داخل تركيا خلال 10 سنوات. وأشار التقرير نفسه إلى أنه خلال عام 2014 تدفق 11 مليارا و994 مليون دولار من تركيا بطرق غير قانونية، بينما استقبلت تركيا خلال العام نفسه 51 مليارا و972 مليون دولار أيضا بطرق غير قانونية وفقا لتقرير منظمة النزاهة المالية العالمية. وخلال الفترة بين عامي 2004 و2005، وهنا نتحدث، تم غسل 125 مليار دولار و462 مليون دولار بإخراجها من تركيا دائما بطرق غير شرعية. خلال الفترة نفسها استقبلت تركيا 439 مليارا و116 مليون دولار بطرق غير قانونية بحسب التقرير نفسه. لم يحتفظ النظام التركي بخبراته في هذا النشاط لنفسه فحسب، بل امتد نفعه إلى جارته الشرقية إيران، فساعدها في الالتفاف على العقوبات الأمريكية وفق شهادة تاجر الذهب التركي الإيراني رضا دراب للادعاء العام الأمريكي. في تلك الشهادة اعترف دراب بدفع قرابة 60 مليون يورو لوزير تركي لدعم شبكته التي كانت تقود خطة للتهرب من العقوبات الأمريكية على طهران، فيما كشفت تسريبات من تحقيقات في ملفات فساد عام 2014 تورط مقربين من الحكومة التركية في قضايا غسيل أموال تحت عباءة الأعمال الخيرية. وليس خفيا أن تفاوت قوة ونفوذ المؤسسات الخيرية في تركيا يرتبط بالحظوة التي تتمتع بها عند الحكومة، وكلها أنشطة غير مشروعة تخشى أوساط عدة من ازدهارها أكثر فأكثر مع القرار التركي الأخير القاضي بإعفاء الأموال القادمة من الخارج من الضرائب أو الملاحقة.